اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون خاص وشحال هادي ما درناش على هاد الشركه بالضبط. الفيديو ديالنا اليوم فيديو ديالنا على الشركه ديال البيكان وعلى حساب لي زاكسيسوار على برا ديال البيكان ما بين البيكان اس اش وبيكان 33. الفيديو ديالنا غادي يكون على التفاصيل ديال البيكان 33 كما قلت لكم من القرب والقدام والجناح وكاع البارتيات اللي فيها من الكونتور والسينيال وكذلك الاس اش وكذلك بيكان سيفيركوب اللي شحال ما عطيه قلب على الجناح ديالها راه موجودين في هذا الفيديو. تابعوا الفيديو حتى الاخر نتمنى ان عجبكم واسمح لنا على المقدمه غادي نديروا هذه البانه ما تنطولوش معكم في المقدمه ولكن الهدف عندنا كما تنقولوا هو نقدم لكم منتوج وكما قلنا الاثمنه والاثمنه مناسبه. شركه البيكان كما شفتوا دوزنا الدوكر باقي الجزء الثاني ديال الدوكر غادي ندوزوه. اخوان تنتمنى الفيديو يعجبكم وتنتمنى من صحابي بيكان يسميتو يصبروا عندنا شويه حيت البياس ديالها تيكون قليل شويه ولكن تنحاولوا ما امكن نجيبوا لكم البياس نوفروا لكم حتى ثمن مزيان. هذا هو الهدف ديالنا ماشي الهدف ديالنا حنا نبقى نحط لكم تصاوره بنا نبيعوا ولا شي حاجه. الهدف هو تلقى البياس عندنا حنايا وثمن مزيان ماشي نبقى نلقاو بياسه ونشير عليكم نقول لك هذه راه تدير 10000 ماشي نبقى وماشي نبقاو نحطوا لك تصور في فيسبوك وتسولنا نقولوا لك ونقول لك ما كايناش نحطوا لك داك الشيء اللي عندنا وداك الشيء اللي متوفر عندنا. هذا ما كان اخوان تابعوا الفيديو ندوزوا للطغرا ديالنا كمان. اخوان دابا نبداو الفيديو ديالنا غادي نبداو لاصيف تويا اخوان كما قلنا في المقدمه غادي نبداو بالسلعه ديال 33 اللي عندنا فيها كاش بارابور وكاش كونتور والسيركل ديالها تيتبعوا فيها 3 بياس وحاجه واحده اخرى كاينه هذا كاش كلاكسون وكاين الكونتور كاين الكونتور راه ديال السينيالات ما حطيتهمش هنا باش نبداو ب 33 هي الاولى. عاد ننزلوا الاس اش ارى اللو هادو قدام ارى السينيال تاع اللو وبالنسبه للسينيالات تاع اللو قدام وكاينين السينيال تاع اللور تاع هما تاع 33 ها هما كيما تشاهدوا كاع سلع 33 هادو الامتياز اللي فيها في الاكسسوار اللي فيها وكاين البارابور. وفي بالنسبه للاثمنه غادي تعطروني غادي نديروا كل حاجه بتصويرتها غادي نحطوهم بالاثمنه ديالهم ان شاء الله قبل من الفيديو ولا مورا الفيديو غادي نصاوبوا واحد لاليست فيها الاثمنه ديالهم كما العاده كاع تنديروا تصوروا الاثمنه ديالهم. واخا ما قلت لهم شويه الفيديو اعتذروا معايا لانه كاين شي اثمنه باقي ما قديتهمش وباقي ما دوزناوش لفاف بزاف قلت انا نضرب على هذا الفيديو هذا باش نوصل لكم الفكره الناس اللي تيعانيوا مع البيكان ومع 33 ارى لي الكيدون الناس اللي بالنسبه للكيدون كاع بزاف الناس اللي ما تلقاوش راه متوفر حاليا والفيروج راه كان غادي يكون ولكن ما كاينش غادي يكون ان شاء الله من 21 يوم فيروج ديالها كيدون ديال 33. المهم سلعه 33 كما قلنا لكم كل حاجه بثمن ديالها وبلاستيك ديالها دوريجين والكيدون هادشي كاع اللي مرس ارى لي الجناح باش تشوفوه حتى هما ها هما الاخوان وحاجه دوريجين ديالها ماشي داك البلاستيك العادي تيخرج مع الموتور ارى له الكري. بالنسبه لكاش بارابور والبلاك هذا قدام فيها غير سميتو فيها الكحل وبالنسبه للجناح هنا ديال البرد فيهم الكحل والكري جوج الالوان كما تتشاهد الاخوان حاليا دوزنا لكم 33 داكشي اللي عندنا فيها وكاين بالنسبه للقرب بوطلور تا هو كاين واخا ما دوزت لكم هنا ماشي داك الطرف القرب بوطلور قدام تا هو نسيناه القرب بوطلور قدام باللور ديالو القرب بوطلور قدام كنا بنا نساوه ها هو وكارب بوطلور كما قلت لكم كاين هذا الكارب راه تيتبع هو اللور ديالو داك الماط وكاين في الكحل كما قلت لكم الاثمنه وهذا الشيء ديالها اللي غادي نقول لكم كل حاجه بالثمن ديالها غادي نحطوا كل لي فوتو ديالهم كل باج عندنا في فيسبوك اللي هي موتوسيكل مراكش اللي هي المساند الرسمي ديالنا معكم. وحاجه واحده اخرى باش ما ننساوهاش بورت باجاج حتى هي كاينه ديال تخدم الاس اش وتخدم ال 33 كاع بحال ديال اللي قدام حتى هي متوفره. كنا قلنا حتى هو على حسب هاد البلاستيكات ديال الاصراش اللي قدام هي تتباع غير بهاك الطرف الطرف الاخر اللي تيسقط فيها من الداخل ما كاينش هاد الطرف هو اللي جابوه بوحدو. وحاجه واحده اخرى الاخوان كما قلنا غادي ندوزو للاصراش الاصراش عندنا فيها كاش بارابور وكاش كونتور كاش بارابور وكاش كونتور اللي هو كانوا الناس شحال هادي تقدموا عندنا راه باقيين وراه يلاه. وكاين ثاني الكونتور هاد الفيديو خاص ديال البيكان و بارابور والسينيالات لور قدام اللي خص تعرف واحد الحاجه السينيالات القدام واللور بحالهم بحال 33 بحال 33 بحال السينيالات ولا ديال اللور القدام بحال وتا البارابور بارابور والسينيالات بحال 33 بحال اس اش
الثمن واحد ونفس الشكل، الكونتور هو اللي مختلف. وتا الكيدون غادي نقول لكم واش داك الكيدون ديال 33 غادي نجربوه واش يخدم، 33 واش تخدم هي 33 بوحدها ولا طالاساج. راه ديال الجناح اللي هما مهمين شحال واحد تيقلب على هذا اللون، هادو ها هو اللي كاينين شوفوهم، كاين هذا اللون الاخوان، هذا اللون الكري بالكحل، وسلعه دوريجين كما قلت لكم اللون الكري هكا هكا، هذا اللون الكري واحد اللون اللي هو محبوب الجماهير شحال واحد تيقلب عليه وما تيلقاش. دابا حاليا متوفر عندنا، ها هو بيكان اس اش في الابيض والداخل كحل، فيهم الابيض والكحل، الابيض والكحل من الداخل، الابيض من لابرا والكحل من لابرا. وبالنسبه للكاربو ديال الاس اش ما تقاد عندنا ما بقاش، ولكن غادي نجيبوه، هذا اللي عندنا في الاس اش. ندوزو دابا سميتو سي بيركيب اللي عندنا، تشوفوا الجديد اللي عندنا فيها حتى هي، اللي هي صراحه شحال من واحد تيقلب على الجناح ديال سي بيركيب 2019 اللي فيها كاش كلاكسون، ما تتزيرش بسميتو بالفيس، تتكون ريفيات. ارا نحيدو هادو، ارا بلا ما ها هي الاخوان الناس ديال سي بيركيب ديال 2019 اللي هي كاش كلاكسون هنا، ما تتكونش بالفيس، تتكون بسميتو تتكون بالريفيات، تتخشى بدوك الكاش كلاكسون. للاسف مازال ما جاتش، ولكن انا تنوعدكم بهذيك الكاش اللي شحال واحد تيقلب عليها ديال هذه، ان شاء الله واحد الشهر ولا شهر وشي حاجه غادي تكون من هنا لفان ديال شهر 12 غادي تكون ان شاء الله. وبالنسبه فيه اللون الكحل والكري شحال ما غادي قلنا درتي هذا الفيديو ما فيهش الاثمنه، تنوعدكم الا غادي يقدر يكونوا اثمنه في الفيديو واخا ما قلتهمش فمي، يتصور هكا فوطو كل حاجه بالصوره ديالها، انا غادي نحاول نزيدهم في المونتاج ويكون كل حاجه بالثمن ديالها. ونتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم، ونتمنى اي حاجه جديده واي حاجه مهمه نقترحها عليكم وتشوفوها. اخوان كما تشاهدوا هذه سيميا اللي هي بيكان اللي معروفه الاولى، واخا ما عندناش البيكان عندنا في تي زي ام، ها هي تي زي ام كازي اللي هو تيشبه خدام نيت لهم بحال بحال، هذه عندنا فيها بحال هكا الكاش بوحدو هو التحت ديالو، وكاين هادو هو الجنب ديالو، وهذا هو الجنب ديالو، كاين فيه الكحل وفيه الكري، والجناح حاليا كاين فيهم غير الكري ومكتوبه فيهم نيت بيكان واخا ما كاينش في هذه الصوره غتلقاهم. وهذا كاريناج كومبلي الا بغيتوه تتبع على هذوك، هذا الكومبلي كاريناج ما فيهش الطواب بحال هذه الصوره تتشاهدوا من هنا، كاريناج كومبلي دابا حاليا داير 1350 درهم، 1350 درهم. البيكان كما قلت لكم هذا الكاريناج هكا غادي تتبع كومبلي، فيه الكحل وفيه الكري. هذا دوزنا معكم 4 شانتيوات ديال الماطرة البيكان، وهذا خصيصا خدام الجميع الماطر اللي فيهم الشكل ديال هذه السيميا، بالنسبه للكازي، بالنسبه للدوكير، بالنسبه للسيميا بيكان 2015 و 2016، بالنسبه للريمكو بحال هذه بسيبيركيب، كاع سيبيركيب بلاصيان خدام ليها هذا. المهم البلاستيك الجناح بحال بحال من هنا، ماشي بحال الاخرين اللي تلقى فيهم مشكل من هنا وتلقى فيهم مشكل، بلاكا ديالهم عاديه ومن هنا غادي يبان لكم ما كاين حتى شي فرق. ومن هذه المهم الاخوان كما قلت الاخوان النوامر ديالنا كما تعرفوهم موجودين ديال لادومين الاول والثاني، وتنتمنى ان شاء الله من هنا لقدام نزيد لادومين الثالث باش يكون معنا ويكون واحد التجاوب معكم بسرعه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد. في الجزء الثاني راه تنوعدكم به ديال الدوكر ديال البلاستيك بحال هكا، ولكن جات هذا قلت نخلط لكم ما بين الدوكر والبيكان في هذه المره. وتنتمنى لاي شركه عندها الجديد في البلاستيك وتاتي